سيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، لقد حظي تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة باهتمام كبير من السادة النواب، وقدم كل نائب تعليقه ورؤيته الواعية من خلال الواقع الذي يعيشه مع أهل دائرته، وكذلك من خلال الوعي بالتحديات التي يمر بها الوطن. وإنه لمن دواعي سروري ونحن نختتم مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة أن أشيد بالأداء البرلماني الراقي الذي اتسم به تصديكم جميعاً لمناقشة التحديات والأهداف والمحاور الرئيسية والفرعية التي ارتكز عليها برنامج الحكومة، وذلك من خلال مناقشات موضوعية تعدت إلى طرح الحلول والبدائل. ولقد مارس السادة الأعضاء حقهم الدستوري في مناقشة برنامج الحكومة بكفاءة واقتدار وفق منهج متوازن من العلمية والواقعية، ملتزمين في ذلك بكل ثوابتنا وتقاليدنا البرلمانية، فلكم جميعاً التحية وكل التقدير. السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، في ختام هذه المناقشات الجادة والهادفة يسعدني أن أتقدم باقتراح أرجو السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التفضل بعرضه على المجلس الموقر، ونصه الآتي: إن مجلس النواب وقد استمع إلى البيان الذي ألقاه الأستاذ الدكتور مصطفى مجبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة وكذلك المناقشات التي دارت بشأنه على اختلاف اتجاهاتها وانتماءاتها وتعقيب الحكومة عليها، لا يؤكد موافقته على برنامج الحكومة ويعلن ثقته في الحكومة برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي وتأييده لها ولما جاء في برنامجها من مستهدفات ومبادئ حاكمة والمحاور الأربعة التي ارتكز عليها البرنامج.